بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا الطلبة، ها نحن نلتقي مجددا في درس آخر من دروس مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي، لنكمل ما بدأناه في أحد الدروس الماضية، بحيث حدثنا عن المولات وإيجاد عدد المولات، وذلك إما من حساب الكتلة أو حساب الحجم كما تبين لنا في بعض الأمثلة، وتوقفنا عن إيجاد عدد المولات عن طريق المعادلة الكيميائية، بحيث أن يكون عندي معادلة كيميائية موزونة، وعن طريق هذه المعادلة يتم طلب مني إيجاد عدد المولات إما بالكتلة أو مباشرة بعدد المولات. كما خذينا نحن الآن في أحد الأمثلة أن نحن جبنا الكتلة مباشرة عن طريق التعويض بالـ AR أو الـ MR في المعادلة الكيميائية من خلال المادة المعلومة والمادة المجهولة، وذكرنا نحن أننا نقدر نجيب عدد المولات ثم أني أنا نجيب الكتلة زي ما خذينا في آخر مثال. أما ما توقفنا عنده ونبتدي به في هذه الحصة أن نحن ذكرنا مثال عن طريق إيجاد عدد المولات اللي هو يعطيك معادلة كيميائية موزونة أو مش موزونة، لكن عزيزي الطالب يجب أنك أنت تتأكد من وزن المعادلة في كلا الحالتين، وعن طريق المعادلة الكيميائية الموجودة أمامك تقدر أنك أنت تحسب عدد مولات المادة اللي مطلوبة منك. فأنا طبعاً ذكرنا في هذا المثال قلنا عندك معادلات موجودة أمامك، حدد عدد المولات لكل متفاعل وناتج ثم حول المولات إلى جرامات. يعني أنت الآن عندك أنا كم معادلة، معادلتين موجودات أمامك. تلاحظ في هذه المعادلات بأن طبعاً معادلة واتية جاهزة، متفاعلات طبعاً زي ما تعلمناهم في جهة والنواتج في الطرف الآخر. لاحظوا أن هنا في المثال الأول الكبريت والأكسجين، وعطاني ثاني أكسيد الكبريت وهذه معادلة احتراق الكبريت. تلاحظوا معادلة هنا هل هي موزونة أو معادلة تحتاج إلى وزن؟ المعادلة اللي أمامي معادلة موزونة بأن عدد الذرات الداخلة تساوي عدد الذرات الناتجة. لاحظ بأن دخل الكبريت ذرة خرج بذرة، الأكسجين جزيء O2 خرج O2، يبقى هنا عندي المعادلة الأولى معادلة موزونة، معادلة شهيرة وهي معادلة احتراق الكبريت. المعادلة الثانية وهي معادلة تفكك الحجر الجيري أو كربونات الكالسيوم CaCO3، عند تسخين أعطاني أكسيد الكالسيوم CaO وعطاني CO2. يبقى الآن لما نلاحظ أنا عندي الآن ذرة كالسيوم الآن في المتفاعلات وذرة كالسيوم في النواتج، ذرة كربون متفاعلات، ذرة كربون في النواتج، ثلاث ذرات أكسجين في المتفاعلات، ثلاثة ذرات في النواتج، معناها هذه معادلة كيميائية أيضاً موزونة من معادلتين البسيطات والشهيرات، زي ما قلت لكم معادلة أولى معادلة احتراق اتحاد المادة مع الأكسجين. أعزائي الطلبة خذين هذا التعريف في أحد الحصص الماضية بأن قلنا الاحتراق هو اتحاد المادة مع الأكسجين. التفاعل الثاني قلنا هو عملية شنو؟ تفكك، تمام، مادة انحلت إلى مادتين، هذا نقوله عليه تفاعل تحلل أو تفكك، مثل خذينا عليه الحجر الجيري. الآن هنا عشان أعطاك الأعداد الذرية للكربون للأكسجين للكبريت للكالسيوم عشان أنت تستخدمهم في إيجاد منو، في إيجاد عدد المولات وفي إيجاد الكتلة. لما نجوا لاحظوا هنا بالنسبة للمثال الأول وهو هنا عندي الكبريت في حالته طبعا العادية وهو صلب تحدى مع الأكسجين وعطاني غاز ثاني أكسيد الكبريت. الآن طالما أن احنا كنا هنينا معادلة موزونة من عن من من المولات اللي نحن وزناهم في المعادلة، هذا هو عدد المولات. لاحظ أمام الكبريت هنا هي 1 مول، الأكسجين 1 مول، ثاني أكسيد الكبريت 1 مول. يقبل الآن عندك عدد مولات الكبريت كم؟ 1. عدد مولات الأكسجين 1، عدد مولات ثاني أكسيد الكبريت حتى هو 1. لكن شين قلنا؟ قلنا عدد المولات متساوي لكن الكتلة ليست متساوية لأن المادة اختلفت، سواء كانت المادة قلنا عنصر أو كائن مركب. الآن لما نبي نحسب عدد المولات، القانون اللي خذيناه أعزائي الطلبة في مجموعة القوانين، أول قانون خذيناه شين قلنا؟ قلنا عدد المولات شين يساوي الكتلة على AR ولا MR. هنا حنقول AR، هنا حنقول MR. MR لماذا؟ قلنا AR إذا كان عنصر، MR إذا كان مركب، تمام؟ يقبل الآن لما بنحسب الكتلة، تذكر أعزائي الطلبة لما درت لكم مثلث مشهور، أول مثلث خذينا في أول مثال وقلنا عدد المولات يساوي الكتلة على الـ AR أو الـ MR. بي كيف نحسب الكتلة؟ حنقول عدد المولات مضروب في من؟ في AR أو MR. لذلك هنا هي عدد المولات موجود عندي هنا 1 الكبريت 1 الأكسجين 1 المن لثاني أكسيد الكبريت. إذن لما نبي نحسب كتلة الكبريت شن حنقول؟ الكتلة تساوي عدد مولات الكبريت كم؟ 1 في الـ AR للكبريت اللي هو كم؟ كم عطى لي الكبريت هنا؟ 32. نعود معاكم الكلام من جديد، قلنا الكتلة شن تساوي؟ عدد المولات في AR للعنصر، عدد المولات في MR
للمركب، تمام؟ يبقى انا عندي من يبي هنا يبي الكتله، لان هنا شن قال لي؟ قال لي حدد عدد المولات، حددتها كبريت 1 مول اكسجين 1 مول، ثاني اكسيد كبريت 1 مول، خلاص الان شن حدير؟ حتضرب 1 مول للكبريت في الاي ار له، 1 مول للاكسجين في الام ار، 1 مول ثاني اكسيد الكبريت في الام ار، تمام. كم الاي ار للكبريت؟ 32. وكم هنا عندي ام ار للاكسجين؟ 16 في 2، وين هو الاكسجين؟ 16، تمام. يبقى هنا جزيء الاكسجين 16 في 2، يبقى كم طلع عندي الام ار؟ 32. ثاني اكسيد الكبريت نحسب له الام ار كتله جزيئيه النسبيه مميزه بالجرام معناها مول. يبقى حنحسب انا الكبريت 32 نجمع عليها 16 في 2، 32 ونجمع عليها 16 في 2، الناتج اللي يطلع عندي بكم نضربه؟ في الواحد. هنا 16 في 2 الناتج اللي طلع عندي نضربه في الواحد. هنا 32 مضروب في الكم؟ في الواحد. في الحالات الثلاثة تحصلت على من؟ على الكتلة، والكتلة مميزة بالجرام. طالما أنا قلت لك كم عدد جرامات، كم جرامات معناها الكتلة، أو نقول لك مباشرة ما هي الكتلة. يبقى هنا عندي الآن جرامات الكبريت، شو معناها؟ يعني كتلة الكبريت اللي تطلع معايا بالجرام شن تساوي؟ واحد. منين جت الواحد؟ عدد المولات، تمام، مضروبة في 32 الاي ار، طلع عندي هنا 32 جرام. ايضا جرامات الاكسجين يعني كتلة الاكسجين تساوي عدد مولات الاكسجين من المعادلة، واحد مضروبة في 32. منين جت 32؟ الاكسجين هنا قلنا ام ار وليست اي ار، حنضرب 2 في 16 اللي هي 32، 1 32 32 جرام. ما زال امامي منو؟ ثاني اكسيد الكبريت، اللي انا عندي الكبريت ب 32 زي 16 في 2. حنحسب الام ار، الناتج اللي يطلع عندي حنضربه بكم؟ حنضربها في الواحد عشان تطلع عندي هنا بايش؟ الكتلة بالجرام. يقبل جرامات SO2 اللي هو ثاني أكسيد الكبريت تساوي 1 في 64. من جديد منين جبنا ال 64؟ أجمع معايا 32 الكبريت زايد 16 في 2 32 زايد 32 فيها 64، 1 في 64 طلعت 64 جرام. طبعا المعادلة الثانية قدامنا بدري حكينا عليها وتحدثنا عن المتفاعلات والنواتج أمامكم، وقلنا بأن هي معادلة كيميائية موزونة، معادلة هذه جبناها لفظيا ثم رمزيا ثم وزننا المعادلة، بعد ذلك كتبنا حالة فيزيائية لمن؟ للمواد اللي أمامي. لاحظ أنا كم عدد مولات الآن؟ كربونات الكالسيوم هنا 1، وهنا أكسيد الكالسيوم 1، وهنا عدد مولات ثاني أكسيد الكربون أيضا النتيجة هي 1. الآن حنحسب منو؟ الام ار لكربونات الكالسيوم، ام ار لاكسيد الكالسيوم، ام ار لثاني اكسيد الكربون. حسبنا نحن كربونات الكالسيوم اعزائي الطلبه في اكثر من مثال، وطلعت معايا الام ار زي ما نحن حنجيبوها توا مع بعضنا. لو عوضنا بالكبريت الكالسيوم 40 نجمع عليها 12 ونجمع عليها 3 في 16 زي ما حسبنا نحن اكثر من مره مع بعضنا. يبقى هنا 40 نجمع عليها 12 3 في 16، كم حتطلع الام ار بالكامل؟ طلعت معايا كم؟ 100. يقبل إذن ام ار هي الكتله الجزيئيه النسبيه الجراميه لكربونات الكالسيوم كم؟ 100. يقبل إذن الكتله شن تساوي؟ عدد المولات مضروبه في من؟ في الام ار. عدد المولات كم؟ 1. وكم الان جبنا مع بعضنا الام ار؟ 100. يقبل 100 في 1 طلع فيها 100 جرام، هذا خاص بمن؟ خاص بكربونات الكالسيوم. نفس الكلام حنطبقه على اكسيد الكالسيوم، نفس ايضا حنطبقه على ثاني اكسيد الكربون. كيف؟ حنقول ايضا جرامات اكسيد الكالسيوم شنو يساوي؟ ام ار لاكسيد الكالسيوم كيف نحسبها؟ تعلمناها اكثر من مثال مع بعضنا. حنحسب الان 40 زائد 16 56، 40 و16 56 نضربها في كم؟ في 1 حيطلع 56 جرام، هذا خاص بمن؟ خاص باكسيد الكالسيوم زي ما انا مسيبها هنا قدام كم حكيته انا مع بعضنا. يقبل هنا الان كم عدد مولات؟ 1 نضربها في كم؟ في 56. شنو 56؟ اللي هي منو؟ ام ار لاكسيد الكالسيوم طلع 56 جرام. نجوا مع بعضنا لغاز ثاني اكسيد الكربون، كم عدد مولاته الناتجه الحقيقيه من المعادله؟ كم؟ 1 مول، تمام. كم نحسب الام ار؟ حسبناها اكثر من مره، غاز ثاني اكسيد الكربون مشهور الكربون ب 12 نجمع عليه 16 في 2، 12 زائد 16 في 2 كم الاجابه؟ 44. يقبى 1 مضروبة في 44، كم ينتج عندي؟ 44 جرام. يقبى هنا لما يعطيني معادلة كيميائية
نتأكد بأن المواد المتفاعلة والناتجة صحيحة، ما فيش أي صيغة هنا هي خطأ. لو الصيغة خطأ لا يمكن أنك أنت توزن المعادلة الكيميائية، تمام؟ لو طلع معك هنا غاز أول أكسيد الكربون وهو النتيجة أصلاً يطلع ثاني أكسيد الكربون، مش حتوزن معك المعادلة الكيميائية. يبقى هذا ما يخص المول. ما يخص أعزائي الطلبة عدد المولات، مفهوم المول خذيناه ثابت، عدد أفوجادرو، خذينا بعد ذلك مولات الذرات، ثم ذكرنا مولات الجزيئات، ثم بعد ذلك عرفنا من المولات، خذينا المعادلة الكيميائية، حسبنا منها أيضا عدد الذرات وعدد المولات عن طريق المعادلة الكيميائية، ثم ذكرنا صيغة التجريبية كيف نحسبوها نحن من عدد المولات، بعد ذلك كيف أنا نقدر نحسب كتلة المادة مباشرة من المعادلة الكيميائية عن طريق الطرفين في الوسطين، أو أنا نحسب عدد المولات ثم نحسبها من المعادلة، ثم بعد ذلك جبنا عدد المولات بالكامل، وخذينا الآن معادلة كيميائية موزونة، وعن طريق المعادلة الكيميائية الموزونة شنو حسبنا؟ حسبنا عدد المولات وحسبنا كتلة المادة، تمام؟ وشن قلنا أيضاً؟ قلنا يجب أن تكون كتل المواد في الطرف الأيسر المتفاعلات يجب أن تساوي، وحقيقياً يجب أن تساوي عدد المولات، عدد المولات أو الكتلة في الطرف منه؟ في الطرف الأيسر. هذا ما يخص المول أعزائي الطلبة، وياريت إنكم تطلعوا أكثر عن المذكرة وتحلوا الأمثلة اللي موجودة هنا في المذكرة والأسئلة اللي في نهاية هذا الباب أو هذه الوحدة، لأنها أسئلة طبعاً مهمة جداً وأسئلة بسيطة، وزي ما قلنا إحنا موجودين في أي وقت، ممكن تتصلوا بنا، ممكن إنكم تجوها هنا في القناة، ممكن تجوها في مكتب التفتيش، نحن موجودين، وفي أي سؤال ما عندناش أي مشكلة. وطبعاً عدد المولات موجود في الكتاب المدرسي أعزائي الطلبة، ياريت تحطوه قدامكم، مليان بالأمثلة، تمام، ومليان بالملاحظات ومليان بالأشياء اللي أنتم تشوفوها من عن طريق الرسم، تقدروا تدعموا كلامكم وتشوفوا الإجابة هنا وتشوفوا الأمثلة. وطبعا هنا أهم شيء أنك أنت تجاوب وحدة وحدة، وتكون أمامك الآلة الحاسبة ويكون أمامك المذكرة متاعك عشان أنت تراجع منها. طبعا هذا طبعا أعزائي طلبة نهاية المذكرة، والحمد لله نحن وصلنا معكم إلى آخر باب وشرحناه، وإن شاء الله نكون ما قصرناش فيه. فإذا كان في أي سهو أو أي خطأ فمني من الشيطان، وإذا كان هناك توفيق فالتوفيق من الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وأشكر الأخوة القائمين على هذه القناة من مخرج ومن معدين ومن أصحاب مبنى ومن أصدقاء ومن جيران ومن أخوة في التعليم ومن مفتشين ومن ملاحظات يعني عطوها لنا، بارك الله فيهم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذه البلاد، وإن شاء الله بإذن الله يكون أمر البلاد إن شاء الله على خير، وإن شاء الله بإذن الله تفوقوا أعزائنا الطلبة. وهذا آخر شيء عندنا، ونكتفي إلى نهاية المذكرة، وإلى أن نلتقي في إن شاء الله في مذكرات جديدة أو في حلقات جديدة. لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.